بالنسبة لنا في الجامعة العامة للتعليم الآلي أعلن عن هذا الإذاعة بعد طول انتظار مع الوزير الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي وعدنا هو وفريقه منذ أن هل علينا في الوزارة. وعدنا بماذا؟ بتفعيل كافة النقاط الممضاة في اتفاقات سابقة. هذا مسألة متاع مصداقية تفاوض، متاع حوار اجتماعي تعهدوا به في البداية وأخلفوا كافة وعودهم، سواء منها المتعلقة بالمطالب المعنوية أو تلك المتعلقة بالمطالب المادية. أبدأ في الحديث أولا عن مسألة نعتبرها خرق كبير للقانون في الجامعة التونسية. وقعت انتدابات اعتبرناها غير قانونية، انتهكت القوانين المنظمة للانتداب والترقية في الجامعة التونسية مع الوزير السابق الذي أمضى على قانون أساسي فوقي لم يقع تشريك فيه لا مجلس الجامعات ولا أساتذة ولا نقابة لا لشيء إلا ليسمح لأبناء منظمته الحزبية بالانتداب داخل الجامعة التونسية. حكومة علي العريض يعني؟ هذه نعم حكومة علي العريض مع الوزير السابق المنصف بن سالم. وقد عارضنا ذلك وأضربنا من أجل إعادة الاعتبار للقانون. الوزير الحالي منذ أن أتاه يقول سيطبق القانون ويعيد الاعتبار إليه. اليوم يبدو أنهم رحلوا في مناسبة أولى هذا المطلب إلى أين؟ إلى حكومتهم، والحكومة تقول أنه ما وقع هو أمر قانوني، في حين أننا نعلم جيدا أن حكومة السيد المهدي جمعة قد تعهدت بمسائل من ضمنها هذه المسألة بالذات. اليوم بعد أن قاموا بهذه الانتدابات وزير يدخل أبناء حزبه إلى الجامعة التونسية وهم في معظمهم ليس لهم الحق في ذلك، وكأن الجامعة التونسية أصبح فيها زوج مواطنين يقع تطبيق القانون عليهم، مواطنين ما يقعش تطبيق القانون عليهم. اليوم تتحدث جريدة نفس الحزب الحاكم اليوم تتهم نقابة التعليم العالي أنها تريد طرد هؤلاء من الجامعة، في حين أننا لم نقل لا نطرد ولا نبقي. كل ما قلناه فما قانون يجب احترامه بالنسبة للجميع. لقد ولى عهد الدخول للجامعة أو التحصل على الشهادات أو عالميا بعد الثورة، ولى عهد ذلك واليوم يلزمنا نطبق قانوننا. هذا ما قلناه. السيد اللجاء في إطار العفو التشريعي العام عنده شهادة يجب شهادته الدكتوراه متاعه تتعدى على لجنة معادلة بقطع النظر عن الجامعات التي أتى بهذه الشهادات من فرنسا ولا من باكستان ولا من أفغانستان. اثنين، اللي يدخل الجامعة التونسية يجب يقع عرض الملف متاعه على لجنة انتداب. صحيح. لجنة انتداب منتخبة. هذا ما لم يحصل، هذا ما وعدنا به وزير التعليم العالي وأخلف وعده. بالنسبة لنحن كجامعيين سواء في النقابة أو في الهيئات البيداغوجية لن نقبل بمثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر هو بمثابة ماذا؟ تراجع عن قوانين كانت موجودة عندنا الجميع يحترمها ويعمل بها.